من جديد حياكم الله متابعينا متابعي قناة بهارات شرقية فردا فردا، أسعد الله أوقاتكم. الفيديو هذا والفيديو رقم 5 اللي بدأنا بسلسلة الكلام عن الكيتو، أتمنى تكون السلسلة يعني الكل تابعها، فيها معلومات حلوة وسلسة يعني ما هي صعبة وبعيدة عن المصطلحات وعن الغموض اللي الناس مفكرة فيه الكيتو. الحلقة هاي راح نحكي انه شو الاعراض اللي ممكن تصير لحتى او الانسان دخل في الكيتو، شو ممكن يكون فيه اعراض. يعني العرض الاول هو جفاف الفم، لذلك وجب تناول كمية كبيرة من الماء. نحن حكينا بالكيتو اول شيء راح نفقده هو الماء المخزن في الجسم، بالتالي راح يكون عندنا جفاف، لذلك التعويض ضروري ومهم جدا للكيتو. معدل بين 2.5 الى 4 لتر يوميا مفروض الانسان ياخذ ماء. في الحلقة القادمة ان شاء الله راح احكي عن اضافات اخرى يعني، لكن الان نحكي عن الماء. الشيء الثاني راح يكون هو زيادة التبول. زيادة التبول طبعا حكينا نفس الكلام، هو يعني تصريف الماء اللي مخزن في الجسم هذا يحتاج الى تبول كثير، وشرب ماء 3-4 لترات باليوم كمان يحتاج الى تبول كثير. رائحة التنفس، رائحة النفس راح تتغير فترة طبعا، بالمناسبة قبل ما نستمر اكثر مشان ما حدا يكره الكيتو، كل اللي حكيته هلا واللي راح احكيه بالحلقة هاي هو اعراض سايد افكت، ما هي يعني امراض، عرض فترة معينة وينتهي بانتهاء الدخول في مرحلة الكيتو. ما حدا يخاف، ما حدا يعني يرجع لورا ابدا، امر طبيعي جدا يعني. فرائحة التنفس نتيجة الحرق، حرق المخازن القديمة يعني، راح يكون في تغير برائحة النفس، تستنتهي وتستقر بعد فترة ان شاء الله. في اشياء ايجابيه كمان راح تتغير معنا، هو انخفاض الجوع مثلا، ما عاد في جوع، حكينا نحن اصلا لما نفقد الشيء ما عاد في جوع خالص، هذا كمان شيء كثير كويس. طاقه عندنا زائده بشكل دام على مدار اليوم، على مدار ال 24 ساعه في طاقه. من الاشياء السلبيه ممكن يكون في صداع، اقياء، غثيان، خمول، انفعال شوي، عصبية شوي. ليش هيك عم يصير؟ يعني عم يصير بسبب بسيط، هو الجسم متعود على شيء والآن نقلناه إلى شيء آخر. الجسم كان آلة لحرق الجلوكوز، الآن هو آلة لحرق الدهون، كيتونات. مرحلة الانتقال من الحالة هاي إلى الحالة هاي في إلها مفرزات، في إلها سايد افكت، أعراض جانبية تنتهي لما تستقر الحالة الكيتوزية. أي إنسان، أنا، أنت، أي، أنت، أي حدا يطلع ينتقل من بيت إلى بيت آخر راح يكون كركب، متوتر، يعني مضغوط، أشياء راح ينسى، أشياء راح تنكسر، أشياء راح، كثير من الأمور راح تختل معه يعني. فهذا أمر طبيعي جدا، مجرد انتقالنا من حالة الحرق هاي إلى حالة الحرق الصحيحة للدهون يستقر كل الأعراض هاي، تختفي وتزول تماما. بالعكس تبدأ الأعراض اللي حكينا فيها أو الفوائد اللي حكينا فيها في الحلقات السابقة تبدأ كلها بالظهور وتمتعوا بالكيتو، فما حدا يخاف أبدا. من الأعراض المهمة اللي ممكن تصير الإمساك، حكينا كمان هي أعراض مؤقتة لأنه طبيعة الأكل تغيرت، يعني الشيء اللي كنا ناكله إحنا تغير. النقرس، داء الملوك، هذا ممكن يصيب وصابني أنا شخصيا طبعا نتيجة الخطأ مني يعني، لكن مثل ما حكينا أنه هو عرض مؤقت نتيجة تناول بروتينات إضافية زائدة عن الحد اللي كنا نشتغل فيه.
خفقان القلب، انخفاض النشاط، هذا كله حكينا فيه، هذا كله الطفح الجلدي، انفلونزا، كيتو فلو، هذا كمان كل هاي أعراض قابلة أن تصير. بالمناسبة هذه الأعراض قد تصيب وقد ما تصيب، قد تصيب حدا معين حسب نوع الجسم، قد ما تصيب حدا معين، قد يصيب أنا صابني نقرس مثلا، ما صابني إنفلونزا، ما صابني طفح، ما صاب، قد يصيبني شيء وقد لا يصيبني، قد يصيبني أنا قد ما يصيب الثاني الشيء اللي صابني يعني. لذلك ما حدا يخاف. العلاج انه اول شيء تفهم انه هاي الاعراض هي مجرد اعراض وليست امراض. اثنين، تفهم انه هاي اعراض تزول بانتقالك الصحيح الى الحاله الكيتوزيه، ما في اي مشكله. الشيء الثالث هو استمرارك على الكيتو، استمر على الكيتو، لا توقف كيتو، لا تخاف. هاي امور ممكن تصير وممكن ما تصير، اذا صارت عدل شوي بالنمط تبعك، نمط الاكل تبعك، بضل بالكيتو طبعا، لكن شوي تعديل بسيط بنمط الغذاء تبعك، وتخرج من الحالة بسلاسة وما في عندك أي مشاكل ولا مضاعفات أخرى. بالعكس، راح تتمتع بكل فوائد الكيتو، وراح تشوف بنفسك إنه وين كنت ووين صرت. انتهت حلقتنا لليوم، حلقة سريعة وبسيطة، وإن شاء الله كمان ما تكون معقدة وسلسة لكم جميعا. ما تنسوا تتابعوا القناة وتشتركوا، وللي ما اشترك وفعلوا زر الجرس، دعوة الأصدقاء، شير في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الفيديو القادم كونوا بخير. أسرة عائلتنا المصغرة بهارات شرقية، نراكم بخير.